أخرج البخاري من حديث الليث عن يونس عن الزهري عن عبيد الله عن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه مع رجل إلى كسرى وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى مزقه قال: فحسبت أن ابن المسيب رضي الله عنه قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وقال عبد الله بن وهب عن يونس عن الزهري: حدثني عبد الرحمن بن عبد القاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ذات يوم على المنبر خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وتشهد، ثم قال: أما بعد، فإني أريد أن أبعث بعضكم إلى ملوك الأعاجم، فلا تختلفوا علي كما اختلفت بنو إسرائيل على عيسى بن مريم. فقال المهاجرون: يا رسول الله، إنا لا نختلف عليك في شيء أبدا، فمرنا وابعثنا. فبعث شجاع بن وهب رضي الله عنه إلى كسرى، فأمر كسرى بإيوانه، والإيوان هو المكان المتسع من البيت وهو مخصص لجلوس الملك. فأمر كسرى بإيوانه أن يزين، ثم أذن لعظماء فارس، ثم أذن لشجاع بن وهب. فلما أن دخل عليه أمر كسرى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبض منه، فقال شجاع بن وهب: لا، حتى أدفعه أنا إليك كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كسرى: أدنه. فدنا فناوله الكتاب، ثم دعا كاتبا له من أهل الحيرة فقرأه، فإذا فيه: من محمد بن عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس. قال: فأغضبه حين بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وصاح وغضب، ثم مزق الكتاب قبل أن يعلم ما فيه، وأمر بشجاع بن وهب فأخرج. فلما رأى ذلك قعد على راحلته، ثم صار، ثم قال: والله ما أبالي على أي الطريقتين أكون إذ أديت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولما ذهب عن كسرى صورة غضبه، أي لما ذهب عن كسرى حدة غضبه، بعث إلى شجاع ليدخل عليه، فالتمس فلم يوجد، فطلب إلى الحيرة فسبق. فلما قدم شجاع على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه لكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مزق كسرى ملكه.